تاجی زیری نجیان نامد شهر زای بین با امانت پیروی بکین تا قیامت هنگا و کانی تو سروار ری بو ایم ای رابر لنا دین لرد تاجی سر وای مهربان وصف کردوی برحمتا للعالمین برحمتا للعالمین بود بیت خیر و برکات شهر زوری بگیت خزمتی ذاتی پر لنوری بخوای تو آوی کوسر لحظوری لحظوری إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. لدي جباسي جانا ميا بيغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام قيشي نباسي ويكا أبو طالب مرد ودواي أبو طالب يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خوش يوسي هتريشي لدز ذاك عويش خيزاني هرب وفاو بأمكي بو خديجة خوايل رازي بيت خديجة يشكل لشوار آفرة هرب برزو بالاكي همو سرزوي آسيا وخديجة ومريم كأمانة هر يكي لخزمة ديشي لبيغمبراني خوايا بون نقل فاطمة خوايل رازي بيت بتايب دا فرمي خير نسائها مريم دعاي او خير نسائها خديجه باشين افرتان سزوي باشترين يعني خديجه ومريم السلام اخوان دبي خديجه خويل رازي ب 25 سال 8 لغل پیغمبر صلى الله عليه وعلى اله وسلم بردسر وهم من الله كان پیغمبر عليه الصلاه والسلام غير ابراهيم نبت لخديجه او هاو سلانيتري هنا خوي گور له هجره چلو هاو سلا بريزانيتر مناري پينا بخشي وخديجة كم آفرتك كمسلمان ولهم أمة إسلامية وباشترين يعني لا إخوة سبحانه وتعالى وأو ما ويل لقل في غمرة وصلى الله عليه وسلم مثلا بوليش نكرد وقليش نبو بلام هاو سلاني في غمرة صلى الله عليه وسلم دواتر كاتيك دكيوت الصالي هشتو نويكوشي دبيني هنديك بولدك انو بيزار بن دوزع داري خويان كفي غمرة عليه الصلاة والسلام هل دسكوتي شي باتات دزلي كذا خزمتي همو مسلمانان هر کس باتا ندار بوایا وفد بوایا همو غزاکان به پاری چه ریخو دی پیغمبر علی صلی الله علیه و چی بو نه ما یو او ان جنا قیان نه بوزری واه بو دومان اگر نه کرای ول مال ول مال کانی پیغمبر علی صلی الله و سلام کاتی کی تر اوا تو ز بولا زیای کی پیان سم سوینی خورد یک دان مان یرگ نه شو به مال هیچ کس چانا قصه شی گل نکرد ای خدیجه ل عمر یشتی واب و نخیر بو روجي شي بيان سان قصيده انا بري لك خديجه يا خديجه داير لك قلب يغمر عليه الصلاه والسلام يعني كم تدين ازار استنجيني هنا وتبيش بو امير دبرزي كي يغمر عليه الصلاه والسلام وخديجه لهم يقول ثرويك اخوي يقولوا مهربان سلامي بناردو كخوي يقولوا مهربان سلام بو بيغمران النبي بو هيش كسين عليه لدواي بيغمران بس سلامي بو خديجه ناردو رضا ورحمة إخوائي لبي وجبريل السلام يبون أردو لإصابة مزيد الله برصة دوانزة بإسناد الشيخ حسن هاتف الله الشيخ من دارا عائشة فرمي في غمر صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر خديجة لم يكد يسأم من ثناء عليها واستغفار لها زوزو يا دي خديجة إذا كردوا يعني نقبل يوم جنانا بيان ناخوشة باسي كرت زور باسي خديجة إذا كرت
زور زور ستایشی کرد بردوام وصفی کرد زور با وفا بووی بوی دبی که توش مردود مرد دبی وصفی کی اذکرو محاسن موتاکم و کفو عن مساوئیهم مردوکان تن باسی شاکه کانیان کرن باسی خراپه و کمکورتی کانیان مکر و بردوامیش داوی لی خوشبونی بو کرد کواته بو مردی زور زور پیویسته چی به داوی لی خوشبونی بو کرد دو کلمه زور ضروره اللهم اغفر لها وارحمها خواه لی خوش به لی خوش به همو گناه کانی دسره تو دوام داوی چیه که رحمی پیوکا رحمی پیوکا همو شاکه کانی داده کواته دو کلمه کلیله یه شلوانی که فرمی مروی واهی لبهشت خواه پلی برزی داده سرسامه خواه بسیار من دست کرد الان به استغفاری ولدی که لکه من بعدی شکر من علی کل دعای تو دعای لی خوشبونی زور بو نردی لبرو دعای لی خوشبون بو مردوان زور زور پیست پسشان دعای رحمتی خواه سبحان و تعالی بیان و امش واقعی نه که انسان بیه بسفد بیه و دبیت سپلا نبید و دبی باسی شاکی برام برکت لرواية غيتر دايش من داعش شاف المكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى فأحسن الثناء هركاد باسي خديجة كداي استعيشي أكل زور بباشي فغيرت يوما إت أوندي باس ذكر رجل لخوم غيره قلت ميوتم علي أخوان لو باشتري بداي بو باسي وكي فرمي ما أبدلني الله خيرا منها خدا لخديجة باشتري بي أنا بخشيهم قد آمنت بي إذ كفر بي الناس همو خلكان بروان بمن أبو خديجة كم كسبوا كبروان بمن هنا كواتية كم كس قرنقة خواف من نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ما دام يكم جار دينك إيه ما يعني شو بردمو رفزيان كردو نيان ميست إيه مش رفزيان كينو نيان بيننا دير إسلام كواتية زور خطر أقر آيات يا حديث جي صحيحة بيه قيشت یکم زار رفزی که زور خطره، بسات دو تیان آبره. لبرو صحابه باشی صحابه من یکسر تصدیم بون، یکسر ولیانه گر بوی خواهی گر استایش آن که سبحانه و تعالی. فرمی و صدقت نی اذ کذبنی الناس همو خلقان و تیان تو نار راستی خدیجه و تی تو همو کار کاند راست و خوش راست بود. و واسط نی بمالها خدیجه بو گرنگه واسط نی بمالها تاجيره بو دولمان بو شو بيسي بيا غمر بصلى الله عليه وسلم جانسن بيا باوك بيا دايك بيا برا بيا خشك حتى الرواية ابن هشام خوش باني كرت وتي يا ابن العام آموزة هم بيكثر من آموزة قد رغبت فيك لقرابتك وصدقك وأمانتك تومت شو بضلا بهوي رازقوي وأمانة بارزي وخزمعاتي توا بيم خوشة بما هاوساتو بيت دوام يعني مش درسيك اگر افرتشي صالحه بياويشي صالحي بينيش همو جاري شرني بيا خواس بيني جنكا وقازان زي بياوانا هند جايج دتواني عكس بموضوعك او باوكي كخواني دوك شكبو يا خوي بيغمر مسايبان كرت وتي ورا اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين من دمويش لم دوك شملة وما ركم على أن تأجرني ثمانية حجج ما ريكي أويا دبي هش صار شواني بكي بس نيم ما ريكي أسعى هش صار هو أجز جايب كي أو شاكي خوته في غمر موسى ده صار شواني كر أنجا ما ريج نيجي دركشت لبرو سباسي خواب كان جنين بعساني والحمد لله بثانا شتريه إن ده صار كريا كاري وإيش كنا ما ريكي طاوبه لبرو خديجة براسي خوي دست پیش خريك لوي كا پیغمبر عليه الصلاة والسلام ببيت هاو سري ودوميش همو مالو سامانا كي خست خزمت پیغمبر اسلام عليه الصلاة والسلام اماش درس بو اجناني كتوزي معاشيان هي ايت دائما بيا قزا بيا كونا لا فو قزا بس مردكال يانا خوانا خواستا مثلا بولان بسراكن ومنتيان بسراكن هاي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى نابي خير كان يعني بوش كان وبمن أذكرن بس يمر دكان يعني هندي جاب براسي لجياني سختي أمره يا أكريب يا وكب تواوتي خرجي
ودابين نكتي اگر افرتكش له بهر شيء ويقدر شيء وكان الشرعي وحلال لشوين يخوي الشياوية ساماني شي هبي لماري خويا لميراتي بو الجماعة ويا مثلا بهر شيء ويك حلالة اگر يارمتي مردكي بات تيش عيبي تياني شكا وتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیویسی به سامانکی خدیجه هیچیش عیب نیه باشه دوای پیغمبر آیاتی پیانسم کسابتی چی بود بس او بود تجارت که خدیجه ابرد بره و خرجی خوی و خدیجه مال و عائله دابی نکرد دوای فرمی و رزقنی الله و اولادها و خواهی گورا لخدیجه منالی پی بخشیم لفرتکانی تر منالی پی نبخشیم لرواية جثلاء فرمي ما غيرت على أحد من نساء النبي ما غيرت على خديجة بخواه من غيرم نكرد وبرانبال هش يكي لها وسراني بيغمر صلى الله عليه وسلم بهيانده غيره كردنم لخديجة خب خدانم بيني وفرمي بشار بلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها كورا حرحت دائما باسيك بيغمر صلى الله عليه وسلم دائما باسيك وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة جاري واهب مريد ذكر بخير بارسة بارسة ذكر ذي فرمون لبيا شابيبا بها وركاني خديجة من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه من بعده هركس يبي خوش تشاكل لقل باوشي بكالنا وقوركي بابشي تشاكل لقل دوستو هاوركاني باوشي أبكا لدواي مردني باوشي يا أميش شاكا لقال شو ياك؟ لقال دوستو هاوري نزيكا كاني خديجة ياك خوالي الرازي فربما قلت له جاري واهي بيم دوت كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة أول شيء دلي لمسة الكلية أرزاء أفرتي تياني إلا خديجة نبت بيغمر عليه الصلاة والسلام دي فرمو إنها كانت وكانت كل أبو وأبو أخذ براستيش لهر الرجاء السخت كان يجيانا خديجة بشتواني إيه زوري باز ذكر بشاكا زور استايشي ذكر حتى جاي كان فرمي رزقت حبها براستي خوش ريسي للظلم جيجيرة خوي بتبعتي حالك وعربله إنما الحب للحبيب الأولي یکم خوشویز لذت جگه خویه که بله معانیت تو زیت دیار مثلا او کو آنیه بوی خدیجه یکم خوشی سر دلی پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم حکمت چیه جنب امری سبحان الله خوا اگر به انسانی بده جنب امری یعنی نگو ام آوات من جنب امری او انسان از زود دل ناس که بیت چون که نزدیکترین کسی لذت داد کج نکیتی بروه بزور برحمة بيت زور مهربانة بيت شاكتي أقال آزار شكا خوي بيني بيتي ومرني شبيرة شكا زيكتين كسي روي وأزاني مسالي براسي أمك ووفاة شيا بوي هر كون وتوانا جن بابا جن مردو بو جن مردو شكا أو قدري جن أزاني أو باش أزاني اوش يجني نمر دي براسي للطغيان وبغيانا احساب وجدك شكي شي نبيني كجنكي امري وشوالا بيت او انسانا براسي داما وبيبتايبت بياو بياو بيجن هيتشي في ناكري ونا داما ما قا خواه فرصتي لا يعني عاطفي جن بوي براكاتو او ايش يني لا يعني هاوكاري لها مريكو نيتي ما لكش شوالا بيت بتايبت توبير كرو رسول الله صلى الله عليه وسلم او خزاني مرت باش شلا مالها دوك ركشي مرت زينبي هيا كشاقوريتي بي سلطمانيتي كاتيك خديجة وفاتك رقية حفا سلطمانيتي أم كلثوم بانزة صال فاطمة سيانزة صال باو شيك اللي قلت شوار كشاداني شوالا مالا كش خوي هستي زور ناسك او سوزي دايكيش باباوك برناكريتو بخوا بوية براسية بحال شون بيت او كسي اوه خوشيوسي شي زور نزيشي لدزبا ازيشي قورية وزيعت بشتواني بخوا سبحانه وتعالى وباداشي او مصيبة قورشي بو قيامة هجمارك تي ولد السينادر
والله مخوجيان ناو السيدة دواي مردني كس كاتب يا غمر عليه الصلاة والسلام وفاتك الصحابة كان أو ندسر سامو يتر براسي شوق بوبون عندي شي بيري خوارني نماو نا أو نخوارد ورده ورده يتر برسياتي تنجي بيار سنين ورده ورده أنجاتي والله خوانان من نخوارد أنجاتوني من جالا بروا دواي مردني هيس خوش شويستي إنسان ناتواني واز جيان بين جيان هر دروات بردواما بيه پیغمبر صلى الله عليه وسلم کو همو مروه ویل گلم شوارک شیا براستی دبی بو حوصله بگرید کناز یم کچانی با وریو و ششینا نو خانواده دروز نه بیت چکه باشتین جن بین نه بیت دایشان دایش اصلی خو اخوناش کری لو تمنیا پیغمبر علیه الصلاه والسلام عبای امتی شی بسلوه بو شی بمنتو هند جار زواج کانش قدری خوا لای خوی بریاری داو. بگی نک هند جار تو اینی بله همو جار. چون که بخوا ابن مسعود فرمی لو کان الخير في كفي اگر خير ناو امل پیدا سما بین نتوان بگین مدام اگر خوای سید سما بی. و ما تشاؤن ایلا یشاء الله رب العالمین. یعنی خوا هاو کاری من نکه حش من بناکت. وی لحد سعی ابن حبان اتیاتی که فرمی ل قیامت اخوای جوره يشهد نعمتك كان كلي بيشينا وكا لقال مروف دا أفرمي ألم أزوجك فلانة يسميها باسمها خطبها الخطاب فمنعتهم وزوجتك أي فلانة أفرث من كردها وسرت شندها كز داوان كل يوم قد غا كردن بوتوم دانا كواتبو دان راو يا دان راو وقربان وزي مباشي بوي نازنش مزبورين سبب كان جرينا برولي شين واو شيو نشي خيال الله اخوا بطاله هو كل دله دنيا بخوي يقول اگر اوا بوت حل نبجيري ام زواجانه هيش سركوتو نابت سيدي اوجنا ميرداني امرك هم اوا دانيشتون لسطا هشتا هشتا فين زكون جن لسطا بانزاش جا جاني خو جويك اواز جاواز من جهدو كان زور بلبن هر نابي هادو شان بيدن من هر نابي بي شان زور بلي بي شان بيدن بي شان پيسكه بي شان دس كراو بي شان مثلا ترسنوك بي شان بغيرت بي قول همي سور بي تامينيه دبي سور بي دبي سپي بي دبي پمي بي وهر بو يه مسئله زواجي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بتایبت بدايش ایمان داران عائشة قدري خواه سبحانه وتعالى پیغمبر عليه الصلاة والسلام لدواي اوي شو شاري مدينه ودايشي من داراني عايشه خواستو غواستو وانا امي بجرايوه فرمي اريتك في المنام ثلاث ليال سير شو اي لا سريك بويا جاواز ديارني سير سير شو توم بيني لخودا يجيء بك الملك في سرقه من حرير ملائكيك دهات او رشمشي صوزي بيبو ايش شي لناو او اقرتوي دي فرمو هذه زوجتك في الدنيا والاخره اما هاو سركت للدنيا شاو لقيامتش فكشفت عن وجهك الثوب منيش او رشم كم لسد متشاوي لا ادا فاذا انت هي تماشام ذكرتوي بلان فرقي تمن زور بويا أموت إن يكو هذا من عند الله يمضيه أجر أما قسمة قدري خوابي هل ديت دي كواتا سيجار جاري خو أجر بوبا سيجار تأشيد بوا تراست وتا سيجار وملائكش بوي ديني وبأمري خواه جاري أما يعني خوابي داويد دبي هاو سرد بي للدنيا ولا قيامة يكتما شيء دكا عايش يا اخوي الرازي بلام كبير دكا تو تمنك دور عليك في غمر عصا ما شتو سر قدر فرمي اجل اما قدر بريالي خوابي هجي بجدبي كيف شو الناس للرواية شترا هاتوا كافر مي خوليك شي حكيم كجنكي عثمان كري مضعونة هر أخوة شويسي في غمر عليه الصلاة والسلام كبيني في عصم أوابيها وصلوا لمالو نازاني شبكاو
هادوتي يا رسول الله ألا تتزوج أي بيغمال إخوة ناتي هاو سري بخوازي فرمي من شي بخوازي فرمي إن شئت بكرة وإن شئت ثيبة كش هي تواني داخوازي بكي بيوجني جيد تواني داخوازي بكي فرمي فمن البكر كشك كي فرمي ابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر كشي خوش شويستين مروفة لسا أرزاليتو كشكي أبو بكر عائشة خوالي الرازي فرمي فمن الثيب أي كدولي بيوجن هي بيوجن كشي فرمي سودة بنت زمعة سودة كشي زمعة خوالي الرازي آمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه خد زاني مسلمان بو شوينت كوتو لقل ميردكي هجرتي كربو حبشة هجرتي يكم هات نو ميردكي مرت إسا قومكي زور درجاتي دكن بتنيا ما وتو نازاني شبكا ما فرتا أم ينتمني هندك دالين لبي أغمر قولة ربو عليه الصلاة والسلام سودة خوالي الرازي بي بيان صلى كواتا يكم ين أمري خوابو دو مشانو كوفايك أم أفرتا إسا كزنا هبه ودرجاتي دكتي دو تنيا بيوت شنيا وخزماني شي قبول يعني على يعني برين لي مادام مسلمان بو يبو شوشي وغنجاوش هذا بروي تمني غنجاو بوك سكانش باش بويا فرمي فاذهبي فاذكريه ما عليه دا فرمو توب شوخ دا خوازي هادو شامك فجاءت فدخلت بيت ابي بكر فوجدت ام رومان هات مالي ابو بكر بولاي ام رومان دايش عايشه خوالي الرازي به وتي يا ام الرومان ماذا ادخل الله عليكم من الخير والبركه اي دايش الرومان خدا شخير وبركتي جي هنا وتنا ومالي ايوه أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة في غنبال إخواني ناردو بو يخواز بني عائشة بك يكسا أم الرومان فرمي وديت بخواز ولم بيخوش بلام انتظري أبا بكر فإنه آتين راوة سيسا أبو بكر باش كم يدقرته ونعمر أبو بكر هاتوا فرمي يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة آي أبو بكر خدات شخير وبركتي جي هنا وتناومالي إيوه پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم نی نردو بو خواز بینی عائشه ابو بکر فرمی هل تصلح له انما هي بنت اخيه اخر بو پیغمبر درشیت چون که او برازایت شروع پر سیال پیغمبر ک صلی الله علیه و سلم زانه بو درشیت چون که اوات یگیش مادم لگر پیغمبر برایا یعنی او کو برای نژادی و نک برای دینی برای دینی او لای او کو یگبو كتشوف پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي ارجع اليه فقول له برو روا بي بلي بلي انت اخي في الاسلام ابو بكر شيا برام الاسلام وانا اخوك ومن يج برايتهم اي ابو بكر وام كارش كارش شرعي وحلال ايت ابو بكر زوي بي خرج مثل پیغمبر بانك صلى الله عليه وسلم ما ترشي بين من لخدمته پیغمبر هاو عليه الصلاه والسلام بويرون كردو وكو عقدي ماره کردن ماره کرد بلام نیگو است او. امشان صالح بسرتیه پری حتی شو مدینه لدوایی ل مدینه گو است او. خوله فرمی ای بونه چین انبیا وش نج ماره کن. اما استاد وای حای. پیاو بازار دو عقد که. اه فرمی برود بله اوانیش دخوازی اش بک. روی فرمی ای سودا ماذا ادخل الله عليك من الخير والبركة كل السودا خوا قال لي اخوات شيخ وبركاته هنا يتي ماريه وتي وما ذاك شي بو خيره فرمي ارسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم اخطبك عليه في غمرها تتدا اخوازيت خوا قال له شخصي وتي وديت بخواز ورم بي خوش بلام ادخلي الى ابي شو بلاي باوكم فاذكري ذلك له شو ام باسب جن لاي باوكم بزانا باوكم وكان شيخا كبيرا قد ادركه السن باكم فرمي زول بصاله شو بلو جوري لو ديدانشتو افرمي فدخلت عليه شو مجور وبولاي بصلاوي اهلي مكي زماني خوي صلاهم لي كروتي من هذه اما شيا وتم خوليك شي حشيمم وتي فما شانك خير ابو هاتوي وتم ارسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة ني رسول الله شكرا ما توزير سلام سلمان نبوام بيها بيدا فرمي محمد يقول عبد الله مني ناردو بو خواس بياني سودة كشيتو فرمي كفء كريم بيعيشي سنجينا لا أستيكي برزا يعني كشاني يمش
شايش لو باشيشي شايستيه. فماذا تقول صاحبته؟ هاوريك دليت شي وتي تحب ذلك بخواز ولي بيخوش ايه فرمي ادعوها لي اتو بانك ابو من باوك بانك هات فرمي اي بنيك شي خوم جوغرا ان هذه أأمة يعني خوليك شي حشيمة تزعم ان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد ارسل يخطبك وهو كفء كريم. قال يا محمد كري عبد الله كري عبد المطلب نعبيتي بو خواز بيني تو بياويش السنجين وبرزه وبياوا اتحبين ان ازوجك له بيت خوش مالت كم لا محمد فرمي باله فرمي دبرو محمد بابان كانش باب بو خواز بيني بس سرسر فاتنا بيتو لا خذ التليفون كيتو نازام شي وما انا مستي براوت ايش لك هذا شو برسمي بو مالو شو برسمي ايش قلت تاو كان جاد باي زانا موافقه ورق دي انا مش لي امر اويلي غير شكار ريك بجاري اي صاحبك تو حقز ما ياتيك يا دوستاتي يا دوش من ياتي اذا دوستاتي كي بجاري دوستاتي كلا مرة شكلا نكاح الا بولي نكاح ني اجر ولي امري افرتك موجود نبي راسي نبي ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل هرجني ببي اذني ولي امرك كباوشيتي مثلا بابيليتي ماميتي خاليتي برا غوريتي كرا غوريتي ببي اذني امانه خويب داتا شو نكاحكي باطل 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 نكاحني هيك لا تنكح المرأة المرأة جنات وانا جن بابا شو ولا المرأة نفسها وجني جنات واني خوي بداتا شو ده بيلا بياي ورقدي بوي او بياو داك وشي لما في وجنب كاس بينه ولا اخويا ريك وتونو بدزيو يقول شي ريك وتي بقول قربان ابي برسال لاخويا شي ريك وتو اي خوش كي توك شي تو اللي بكري رازيت واسيا صاله في غمر عليه الصلاه والسلام بس سودي اللي قلبو هيج افرت شي اللي قال له يعني أو صالحة هجرتك. طبعا خديجة وفاتك أبو طالب وفاتك البيغمر عليه الصلاة والسلام ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب. قريش غيرتي أن أبو بيانا بيشو لمنو آزارا بن باشكرا حتى أبو طالب مرت. كأبو طالب مرت أو بيانا أكرا كرديا. لرواتك ما ينبه قيلة لا إله مجيدوز لا برا سصو بنجاي بن إسحاق للسلام جيدوز لا برا سي بسندج صحيح عروة لخالوجنية وكعايشي خزاني بانصمي جريت وفرم ما نالت قريش ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. قريش تواني أويان نبو شتيك برانبر من بكن من بيمنا خوش بيه حتى أبو طالب مرت برامك أبو طالب مرت يتل قربان خزماني بن المطلب وبن هاشميش بشتيان كرده بيغمبر صلى الله عليه وسلم شكرا جاران بهوي ابو طالب الدفاع يا نكر بلا وين ليكت لروايتك ابن هشام مجرد لا فرسي روايتك هات بي مواي ضعيفه بلا مهر بو جيران وباسي دكين افرمي الو ساتيا يشي لما الشيكا كان في عنصر مروي خولي بشان بدو مشاي في غمر صلى الله عليه وسلم وبها مجلكاني في غمر صلى الله عليه وسلم يستاذ سودين اخواس بوديارا هاتوا مالو كم كشيان بو في اي وقت تصور كخوت يشي تو بو مالو شوك شي كسي تدني كشي كم كشيان بو زينب ديارا قولي افهم ادس كده قريان كباو شي بيني او الياتو في غمر صلى الله عليه وسلم فهمي لا تبكي يا بني فإن الله مانع أباك كشي خو ما قريا خواي قولي باوك تباريزي ها خاوان كجبيت بو فرمي لك سيز دوك جوان بخيوكا ما في بپارێزی جیاوازینەکا ئیلا دەبێتە بەربەستێک بۆ خاوەنەکەی لە جەهەنم و خوای پارێزێ کجەونە گەورەیە کجەونە بە یعنی ماڵێک شیتیانە بێ وابزانە هەر ناڵی تیادێ مؤنیسات الغالیات خەمڕەوێنن بەڵام لەگەڵەوە شا بەڕەحمەن ئایەک سەباو شێبینێ بەو شێوەیە گریە خۆی حیکمەتی خوای ئەگەر کوڕێکی بوایە کوڕەکەی ئەسوو کاکە فەرتەنەی چێنەکەوە ئەنجاوەرە خۆی وەزعەکە وایە بڕۆ ئەمجامیش حەلکە لەبەرە فەرمی خوای گەورە پشتیوانی باوکت دەکات. لروايتك تاهات ومش هر ضعيف بابي زانا لضعيف الجامعة هات وشوار هزار دو صوحة فتاوحات ولا سلسلة ضعيفة هات وشوار هزار وسط البنجاب يقدر فرميه قدر إخوة دو دلعو سيدنا رسان يابو يشان أبو لهب يشان عقبي كوري أبي معيط يقل يقنا رسان تر
علي أمانة إثر حد شيك في غمر بينا خوش بها إزعاج بها وكدرا وسيمان أنجام يعني حتى على زوجة زبلا كان يخوش يعني أنا شتي بيش يعني أنا خسر بردم دريا كي مالي في غمر صلى الله عليه وسلم لم رواية الضعيفة هاتوا أفرمي في غمر إجلاء أداء يفرمو يا بني عبد مناف أي جوار هذا كرا باكم خوهم عبد بنا قرآن عبد مناف أما كي درا وسيتي وابي وبعد شكر دوا ويتقصينا أكثر شكرا دراوسي خرا براسي شكل بلا كان ودراوسي شاشي جي شكل نعمة كان وثراوي الشمام من المؤمن إلا وله جار المنافق قدر إخوة واريك هر مؤمن إلا أخوة منافقك خاطب أناي أي لو قرأ كان مزيرك ليه بيابي شكرا جيان أو نار وتبسي تناو مؤمنين الصالحين إلا منافقك ليه بيابي لبرا ودى تحمل يبيها ميبكي في ما حديث كان يترك باس يواك عقبي كري أبي معايد سوسر مثلا سيخرون أو سكي وستركي هنا كدي بس سر في غمر أصلا كلا قاتل سجد أبو ما لدو أبو طالب أجناء أبو طالب لجيانا أبوك أزني بلا أبوك وأم عقب أنها رسنش كاتي هاو في عصم لا حجرة أن يجي كرب زلك يكر دم اللي وقت أبو بيخن شيني أبو بكر في رياكو هر أم نارسنا لدو أي شيء كردي لدو أي مردني أبو طالب وهر أبو جهل يشكوتي محمد بيه ببينم أم جار لا أو كعبين يشكاب شيء تسجد إلا قاشن يم ببشتمل يا ناو شواني تحت كم بزوية تال ناوش أو بنيتواني كشو يكسب بفل رايك وتي سوزانم يك شال أجرم هات برو الرو باو فرتنية وبفل هات مدوار رامكرت ويش الروايات كان يشكاف من جاري كان أما نيان اللي دا بوريا وبيع مصاصا يق رواياته بزمان ضرب حتى أغمي عليه أمش الله أعلم دياره هل لدوي مردني أبو طالب وهو شبك أيتر وميدنا ما نشتري مكة وكي ابن إسحاق فرمي لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله من الأذى ما لم تكن تنال أو قريش نيتواني دصال بداخلي أنجا صاحت شوال بو بوعان دسيان كرايا وبران بري ودجاتي كذا وی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیلی کرد و تازه چه شاری لیر و نزیکه بانگوازی اسلامی پیوگین بدیلی مکه یک شهر نزیکه یک شهر چی لمت دوره شاخاویه شهر طائف مشکو ام بانگواز اما قبول یان نکرد بر پرچان داو ده سال خریش این سفاده او توانیه مشکو اوان مسلمان بنو ببنه پشتیوان اسلام مسلمان وی پیغمبر صلی الله علیه و سلم برياري ذاك بروا ابو ابي ببير رويش خوي وزيد زيد يكون حارث لا بستحوت الشوالي صالي دي بيغمراتي بيغمرا صلى الله عليه وسلم سيمان هجد الروج لدواي وفاتي خديجة شاري مكي بجي هجد لقو زيدو هشتا كيلومتر ببير برو تا دقيت أم شهر النار سنة دوم كناوي الشهر طائف ابن إسحاق جريت وفرمي لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الطائف في غمر عليه الصلاة والسلام جاب زانا بسان رجل واشي بدو رجل قيشت بي ببيو بنا رحتيو تا قيشت وشهر طائف إيش وشهر طائف راستوخور روي بولاي سر كرده كان يعني سر كرده النار سنة يعني هبو كأويش سيبرابون عبد ياليل مسعود حبيب هل سيشا كراني عميلي كري عملي كري عبد كلال سيبران سركردي طائف يشيك لو سيك سركردي زاواي قريشي كان سمك جنيشي لبني جمح خواستوا پیغمبر عليه الصلاة والسلام شو لقال يندانيش پيامي خواي پيغياندن داوای که پشتیوانی بکن پشتیری هم اسلام بکن بای بلا بیتا و والا نارستانی کنو تی پرده کعبه پرچه پرچه کن تو بی به پیغمبر تو چی؟ بخیر نی تو بخواه تو جواب برای نارستانی که تری اری خواه کسی ندوزی و تو جنابه نبی که به پیغمبر سيم نارسانيان وتي من قصر لقلت وناكم والله لا أكلمك أبدا بر قال بيغمبر بي زور خطر من قصر لقلت وبكم أقر راسك قال بيغمبر إيش نبي دروبك بنا إخوة وبرا قصر لقلت وناكم تو شي
بقرآن خوابشتي وانا نبي سيقسي واروخيني باشا ده صالة لبيت شي بسرها هشتاه كيلومتر بريوه ببيبا دوائي او برنرمي قصي جوانو اما جوابت خواه هل هیچ نبیانو که آقا بابی ریشی لب کنی و با حال سنجینی با بدواشونی که آب کنی باب زین راست کی باب زین چیه؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم به او میدم. قد یئس من خیر ثقیف. عشرت ثقیف یعنی عشرت ضعیف. کنیش تجیب من به او میدم ولی آنیش. و تی اگر هر واجد کن فکت معنی. همش تبعله بینی خمانه بی باسی مکن. كل نهاني ما دام يوسلام تنقبولني با با بنهاني بمنيتو ولا اخر بانو انا راسن بنهاني شفتي شي لرياتك ابن هشام فرمي شي هر شي دروش ليه ما يوم الله وبيه دروش خريج لقال ام شارع لك وثايا باداش تخي او بشي منالو هرزو شيت يدوان خست لو روایت ها فرمی بدور ریزبی وسطا بن حتی ل شهر بدل یان کرد راوی انا برد برد یانا برد برد زیدی کوری حالته خو یخسته برد می زوجر بو ی برد ک برم کی بلونه کی اما نه دوای کوتن ناشا خو کر بابا خیر له باخ تریکان ی اوی ک باخی دو دوجمنه کی مکه جاله ناشاری سره ک بعد مالی دوجمنیشا دو باخی عتبه و شیبه یک لیگ ناراستن تر دوش منتری پیغمبر صلی الله علیه و سلم باخی که آنها بوله طائف چون مثلا خلق باخی هیر در وشته آنچ باخی آن ایبو که چون از چه باخه که آنها آوانی تر من علی کان شیت و هر چی پرچکانیان بلاوی آن کدوم گرانه با طائف فرمی خاشی پیانسم لشندین لوا بردی برکت او خوانی لیت که راك لبردم من علانا الله اكبر كجوري ولا امها مبرده ببرد شن برد بركوتي ولا الراون يندرك كشو ام باخوا عتبش عتبه وشيبه بينيان لدورو شو جير دارشي ميوي ابي زور بدل شكاوي ودانش تاتوزي بحياته کات ما ثاو او اثی حال قدیم بود استخی دهات و خبرم تو آب به اسرع حد دانیش توی بیت ترس ام اسلام آب به عسای نه فت بردس هاش شن آتو لبر و حق الحق ثقيل مريء والباطل خفيف و بيء و ابن مسعود فرمه حق قرص پیاوی خوتن عساو مرد نبی پیه الله جیلی باطل سوکه مروی سوق زوره حالی گریت. یا ربی خواه جزیر من خیلی سر حق و راستی. یا ربی خواه آرین الحق حقا و رزقنا اتباعه و آرین الباطل باطلا و رزقنا اجتنابه. یا ربی خواه حق اللهم حبب إلينا الحق خواه حق قیت دلمانو. یا ربی خواه بخاطی اسم العظمی خواه کرده إلينا الكفر والفسوق والعصيان. گناه و تاوان و خراب من لا قیاس ونک. هدايات من بابو همو خير فنا من بلا همو شر يا ربي خوايا بركة خلا همو أوها وسلا بريزاني إستابة يكوجيان بسلبا خوايا هردو لان بشتي كرا بشتيواني يكثر بيان كرا هاوكاري يكثر بركة خلا تمنيان بركة خلا رزقيان ماليان حاليان أو أنا شنيان خوايا بيان بش يا ربي خوايا إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا يا ربي خوايا عفو ماك خوايا بمان بخش خوايا بمان بوره و خواه تعقیم من مکر و سلامت من که خواه بخاطی اسم لازمی خود لسزاکانی خود من پارزه خواه بهش من بنصیب که آمین آمین و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و توب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تاجی زیری نجیان آمد شهر زایبین به امانت پیروی بکین تا قیامت هنگا وکانی تو سروان ری ابو ایم ای رابر لنا دین لرد تاجی وای مهربان وصف کردوی برحمتا للعالمین برحمتا للعالمین بود به تخیر و برکات شهر زوری بگیت خزمتی ذاتی پر لنوری بخوای توا آوی کوسر لحظوری لحظوری.